انتهت اولى التجارب الوديه للنادي الاهلي بمباراه الحقيقه في منتهى القوه. يمكن النتيجه تحسسك ان المباراه كانت سهله على النادي الاهلي، انتهت المباراه طبعا نتيجه 5-1 فوز عريض، لكن الحقيقه المباراه كانت في منتهى القوه. بتروجيت ما كانش خصم هين على الاطلاق، بالعكس لعب مباراه كويسه جدا. والجميل حقيقه مش بس في السكور، الجميل كمان انه يعني الخمس تجوال سجلهم خمس لعيبه مختلفين. حسام حسن افتتح التسجيل، بعد كده رامي ربيعه، بعد كده احمد عبد القادر، وبعد كده عمرو السوليه، وختمها شادي حسين في الدقيقه 80 بالهدف الخامس للنادي الاهلي. والمباراه شيء او 90 دقيقه في مواجهه فريق منافس ليك شيء غير تماما طبعا التدريبات، فبالتالي تجربه اكيد هتكون مفيده على كل المستويات لمستر مارسيل كولر في بدايه فتره التحضير، رغم انه خلينا نتفق انه يمكن في المباراه دي في سكواد كامل مش موجود مع النادي الاهلي، سواء اللعيبه الدوليه المنضمه للمنتخب او اللعيبه اللي لسه في مراحل التاهيل او اللعيبه اللي فضل الجهاز الفني ان هو يديهم فتره راحه. فاعتقد انها كانت تجربه مفيده بكل المقاييس، نتكلم عنها اكتر ونتكلم على مشوار تحضير واستعداد الاهلي لمواجهه الاتحاد المنستيري مع واحد من نجوم النادي الاهلي وضيفنا النهارده ونجمنا في السادسه كابتن محمد حشيش. مساء الخير يا كابتن محمد. ازيك؟ نور الدنيا. ربنا يخليك. اعتقد الى حد ما تجربه، وان كانت المباراه ما اتذاعتش، لكن اعتقد انها يعني تجربه مفيده بكل المقاييس، وخصوصا مع فوز عريض بيحققه الاهلي في اول مباراه لي تحت قياده، حتى وان كانت وديه تحت قياده مارسيل كولر. هو ناخد من الكلمه الاخيره طبعا المكسب. المكسب بيفتح حاجات كتيره، بيدي تفاؤل بالمرحله اللي جايه. بدايه كويسه برضو بمكسب مع اول مباراه وديه، ايا كانت ايا كان المنافس. انت ممكن تلعب فرقه ضعيفه جدا جدا وما تقدرش تحرز فيها اهداف حصل كتير. يعني. انما كمان زي ما انت بتقول وسمعنا ان الاهداف جابها اكتر من لعيب كان مهم ان هو يهدف. مسجلين ثلاث خطوط مسجله بالظبط كده، خط النص وخط الهجوم. والاحسن من كده ان طبعا الراجل بيشوف اللعيبه لاول مره في ماتش ودي، غير التقسيمات، غير التدريب، غير حاجات كتيره، غير الفيديوهات طبعا اللي اتفرج اللي اكيد اتفرج عليها. انما بيشوف على الطبيعه. فرصه كويسه للماتشات ان شاء الله، بدايه من الماتش بتروجيت، وبعد كده في اسوان، وبعدين طالع الجيش، ثلاث مباريات قبل طبعا دور 32 الافريقي. دي يقدر يحط طبعا ايده على اللعيبه او الطريقه اللي عايز يبتدي بيها او يلعب بيها، والاشخاص او اللعيبه اللي هي تناسب هذه الطريقه. يعني شايف البدايات بتاعت مارسيل كولر ازاي؟ يعني فكره انه الراجل مش واحد، يعني اول حاجه واحد انه بيشتغل بشكل علمي قوي. تمام. يعني ودي يمكن حاجه بتميز الالمان مش بس السويسريين، بتكلم في الكوره. اتنين، الراجل كمان بيطبق نظام احترافي زي اللي بيحصل في اوروبا. صحيح. ثلاثة، انه مركز قوي في التفاصيل، يعني بيتكلم في كل تفصيله، بيتكلم مع كل لاعب لوحده. القرايه دي او قرايتك لامكانياته او لفكره او لعقليته شايفها ازاي يا كابتن حشيش؟ طبعا واضح انه راجل عنده خبرات، بدايه طبعا من احنا اول ما جيت طبعا شفنا السي في بتاعه وسمعنا عن السي في، طبعا راجل عنده سي في كويسه، جاي من حته فيها كوره طبعا او مدارس كرويه متميزه. اما ابتدى بصراحه اول قرار كمان خده ان هو يعني بعد ما اتلغى المعسكر اللي هو كان خارجي، ابتدى يعمل اليوم الكامل من الصبح بالليل، يوم كامل في النادي صبح وبعد دور تدريب شبه معسكر. ده اديت له فرصه اكتر ان يشوف اللعيبه ويتعرف عليهم في اطول وقت ممكن، سواء الصبح او بعد الظهر، ادته يعني فتره كبيره من الوقت ان هو يقدر يشوف اللعيبه. زي ما انت بتقول هو بيهتم بالتفاصيل، والكره دلوقتي بقت طبعا علم وعلم كبير، ما بقاش زي الاول بس مدرب. يعني انت لو تشوف الكلام ده من زمان قوي. أيوة. موضوع التدريب كان في ناس بتسخن وتعمل تقسيمات والجري حوالين الملعب لفترات كبيره، 20 لفه و22 لفه، وانا حضرت الكلام ده كله. دلوقتي بقى غلط. أي. ان كل او لما تحب تزود اللياقه البدنيه او تعمل فتره اعداد لازم تحط الكوره في جمله مفيده في اي حاجه بتعملها. تمام. لازم الكوره تبقى لازقه في رجل اللعيبه يعني. أي. ففي حاجات كتير زمان انت عارف كنا بنعمل حاجه اسمها مدرجات، نطلع مدرجات اللعيبه، تطلع مدرجات. ده احد عناصر التدريب انك تطلع المدرجات عشان تعمل تقويات للعضلات الاماميه والخلفيه. تمام. وسمانه
طلع بعد كده ان الكلام ده غلط، الكلام ده بيبوظ الركب وبيجيب خشونه وبيجيب حاجات كتيره. الكروس كانتري اللي كانت بتتعمل نجري في الشارع حوالين النادي الاهلي والنادي الجزيره واللف والكلام ده كله طبعا غلط، لان الاسفلت صعب على الرجلين طبعا. فالدنيا اتطورت يعني كتير جدا جدا، وبقت لفت نظري كمان في الجزئيه دي، الراجل طالب اجهزه معينه تبقى جزء من منظومه التدريب في النادي الاهلي. بس هتسمح لي قبل ما نكمل عن نكمل كلامنا في ده، معانا واحد من نجوم الكره التونسيه بمناسبه اللقاء المصري التونسي طبعا اللي هيجمع الاهلي بالاتحاد المنستيري، نجم الكره التونسيه خالد بدره معانا على التليفون. مساء الخير كابتن خالد. مساء الخير اخويا احمد، ومرحبا بضيفك الكريم، ومرحبا بالشعب المصري. اهلا بيك، اتعودنا دايما على دربيات افريقيه مصريه تونسيه، لكن يمكن الملفت المره دي انه يعني المواجهه هتكون بين الاهلي وبين الاتحاد المنستيري، وبالنسبه لنا في مصر اتعودنا دايما ان احنا نواجه الترجي طبعا الغريم التقليدي لنا في الكره التونسيه. النجم الساحلي كان ليه معانا حظ من المواجهات، الصفاقسي، يعني كبار الكره التونسيه. لكن مفاجأة كانت بالنسبة لنا الاتحاد المنستيري يواجه أو يمثل تونس في البطولة الأفريقية. من وجهة نظرك سبب نجاحه في ده وسبب دخوله في منافسة مع الكبار في الكرة التونسية في بطولة أو في نسخة الدوري الأخير؟ خلينا نتكلم بصراحة اليوم ونقول النادي الأهلي فريق كبير دايما يقعد كبير، والفريق الأهلي مرض وما يموت، ودايما الكبير يظل الكبير. فالنادي الأهلي اليوم يمر بفترة انتقالية صغيرة إن شاء الله، مبتول مبتول كثير. فيما يخص الاتحاد الرياضي المنافسي، فريق قاتل يتطور الأداء بتاعه السنوات الأخيرة بحكم معناتها خروج كأس تونس، وصل للترتيب الثاني في الدوري التونسي. اليوم الاتحاد المنافسي قاعد يقدم في مستوى كبير على جميع المستويات، عنده فريق متماسك متجانس، لاعبين معناتها قاعدين يلعبوا مع بعض في ثلاثة مواسم الأخيرة بعد بانتظام، في استقرار في المردود، استقرار في الإدارة، استقرار في الإجمال. مع فريق معناتها قاعد يقدم في مستوى عالي، وعنده لاعبين ممتازين قادر باش يمشي بعيد. اليوم معناتها الاتحاد المنستيري انهزم ضد الجيش الرواندي في رواندا 1-0، رجع لتونس انتصر بثلاثة، يدل على قوة شخصية اللعيبة اللي موجودة عنده. ان شاء الله تشوفوا مباراه. هل كابتن خالد نعتبر الاتحاد المنستيري من الفرق الشعبيه؟ انا عارف طبعا ان الترجي، الصفاقسي، الافريقي، النجم كلها فرق شعبيه وكلها فرق جماهيريه، ودايما اي فرقه بتلعب معاهم على ارضهم بتبقى شايله هم الملعب والجمهور، لكن ايه القصه بالنسبه للاتحاد المنستيري؟ هل ليه قاعده جماهيريه؟ ازاي بتشوفوا التحضير للمباراه، حضور الجماهيري فيها؟ صح، هو الاتحاد المنستيري هي مدينه المنستير جنب سوسه، عنده قاعده جماهيريه كبيره، عندهم جمهور غالي وكبير ويساند الفريق، وحتى في الانتقالات نتاع المنستير دائما عنده قاعده جماهيريه تنتقل معاه كبيره، وهذا يدل على الشغل اللي اشتغله الاتحاد المنستيري في ثلاثة مواسم الاخيره، كون قاعدة جماهيرية كبيرة في المنافسين. واليوم معناتها فريق عنده شعبية ولعب كورة ممتاز، قاعد يلعب في كورة ممتازة ممتازة جدا، نجم نقول انتصر على الفرق الكبيرة السنة الفارطة، أنتم الترجي، أنتم الإفريقي، أنتم المجلس الصحلي، كذلك النادي الصفاقسي التونسي، يدل أن الفريق معناتها عنده سولاته وجولاته على الملعب التونسي، على الدوري المحلي. يعني الملعب التونسي عنده لعيبه دوليه كابتن خالد؟ هل في صفوف الاتحاد المنستيري؟ باستثناء الحارس المرمى. الحارس المرمى هو في المنتخب، وبقيه اللاعبين عنده لاعبين معناتها محترفين، معناتها عندهم لاعب بيلعب في منتخب موريتانيا، لاعب معناتها ممتاز ويدافع، كذلك عنده خط الهجوم معناتها من فراس علي، خروج معناتها العدل اللي راح للنادي الاهلي السعودي، عنده وسط ميدان زاد كذلك متماسك في خط الدفاع زاد نفس الشيء، وهذا يدل على عدد النتائج نتاعه والاهداف اللي قبلها حتى في السنه اللي فاتت ما قبلش كثير اهداف، تحس اللي ثم ستابيليتي معناتها في خط الدفاع وفي الوسط وفي الهجوم، معناتها بانتظام معناتها قاعدين يسجل، ويدل على كونه فريق عنده يدل النادي الاهلي احتراف للاتحاد الرياضي المنستيري، فماش استثناء. وانا قلت من اول، قلت النادي الاهلي اللي هو بريء
اما الفريق الكبيره دائما ترجع في اسرع وقت وصعب الواحد الانسان ما باش يتكلم على الاهلي، النادي الاهلي راهو اكبر منا كلنا معناتها بصراحه، معناتها فريق عتيد كبير، فريق صاحب التتويجات التاريخيه ودائما يقعد النادي الاهلي. اليوم النادي الاهلي معناتها يمر فترة صعبه، ان شاء الله يتدارك الموقف في اسرع وقت، ان شاء الله وعنده قاعده جماهيريه كبيره، ان شاء الله في اسرع وقت يرجع للنشاط ان شاء الله. طيب التعاقد مع داركونوفيتش، يعني زي ما الاهلي تعاقد طبعا مع مدير فني جديد في بدايه الموسم السويسري مارسيل كولر، إدارة الاتحاد المنستيري تعاقدت مع داركو نوفيتش اللي هو كان المدير الفني السابق لوفاق الصيف الجزائري، واحنا يمكن قابلناه في مشوارنا في بطولة دوري الأبطال في النسخة الأخيرة. يعني هل لعب الاتحاد المنستيري تحت قيادة أو خاض أي مواجهات تحت قيادة المدير الفني الجديد؟ والله لعب المباراة الأخيرة ولا المباراتين الأخيرين لعبهم المدرب، معناتها اظهر مستوى بتاع المدرب والرسم التكتيكي بتاعه في الملعب، معناتها يدل على ثم تناسق وتجانس ما بينه وبين اللاعبين، هذا شيء يفرح معناتها كالاتحاد الرياضي المنستيري في اسرع وقت، معناتها المدرب يندمج في اسرع وقت مع اللاعبين ويكون معناتها قريب اكثر شيء قريب للاعبين وللقطار الفني، هذا يدل على النجاح نتاعو في اول مبارتين، النجاح نتاعو كانت معناتها ممتازه، واللي سمعته المره الاخيره اللي هو طالب اللي يكون اول مباراه تكون في تونس، يحب يلعب في تونس وبعدين يلعب في مصر في القاهره ان شاء الله. هذا اللي سمعته على المدرب. مظبوط تمام ان شاء الله. طب يعني احنا في ضيافتنا النهارده في السادسه واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن محمد حشيش، هيكون معاك كابتن خالد. يا كابتن خالد ازيك؟ اهلا بيك يا استاذ محمد، اخبارك؟ اه والله الحمد لله، احنا قعدنا مع بعض في القاهره من سنين. ايوه فاكر ولا لا؟ اخبارك ايوه والله فاكر حبيبي. قبل طبعا ما العب انا في التسعينات 92 كده في الملعب التونسي استاد تونسيان. ها ايوه استاد تونسيان صحيح. نعم محمد حشيش ايوه. اهلا بيك. اهلا بيك الدفعه طبعا بتاع جمال الامام وعبد الحميد الهرجال والمهذبي واللعيبه دي. لا ده الاهلي مع فرق تونس يعني تاريخ طويل قوي يا كابتن خالد. اجيال وراء اجيال، يعني واحد من كلاسيكيات المواجهات الافريقيه مصر وتونس على مستوى الانديه طبعا وعلى مستوى المنتخبات، والاهلي السنه دي في بصمه تونسيه اعتقد ياسين ميكاري محلل اداء النادي الاهلي طبعا ما اعرفش لعب في تونس ولا لا طبعا، لكن هو كان بيلعب في سويسرا لكن طبعا الجنسيه التونسيه. ياسين ميكاري لعب في الافريقي. لعب في الافريقي. لعب في الافريقي. فالى حد ما عندنا واحد من مفاتيح برضه كابتن خالد. أيوة. لو تحب توصل له رساله او توجه له اي رساله كابتن خالد طبعا يشرفنا تكون من خلالنا. ياسين ميكاري. ياسين ميكاري. قول له يسلم عليك خالد، هذا هو نتمنى له التوفيق وان شاء الله ربنا يوفقه في مهامه. ان شاء الله. مع الاهلي مع الجهاز الفني المستر مارسيل كولر، هو محلل اداء في الجهاز الفني. ان شاء الله. سؤالي الاخير كابتن خالد قبل ما يعني ننهي المكالمه معاك، وسائل الاعلام هل بدات تتكلم على المواجهه المنتظره وخصوصا انها هتبقى بدايه مشوار الاهلي في بطوله دوري الابطال رغم ظهور طبعا الاتحاد في دور ال 64؟ وهل يخفى القمر؟ في واحد ما يتكلم على الاهلي؟ في واحد ما يسمع بالاهلي؟ الاهلي فريق كبير، فريق عظيم، فريق صاحب تتويجات كبيره، صاحب القاعده الجماهيريه كبيره. كل الصحف تتكلم وكل الاذاعات التونسيه تتكلم على المقابله الهامه للاتحاد الرياضي المنستيري، وهذا اول مره معناتها الاتحاد الرياضي المنستيري مش يلعب ضد فريق كبير على الصعيد الافريقي، مش يلعب من دور مستقيم، مش يشوف جاهزيته، ايش اللي فوت المواسم الاخيره والبروز بتاع الاتحاد المنستيري، مش تلعب ضد فريق كبير من حجم ثقيل. ان شاء الله نحن نقولوا مقابله تليق بسمعه الفريقين الاثنين، ان شاء الله الاتحاد المنستيري كفريق تونسي وانا نشجع معناتها بعد هذا من حقي باش نشجع النادي. اكيد طبعا 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 ان شاء الله ربنا محدش يقدر يلومك، ان شاء الله يكون المقابله زي ما قلت تليق بسمعه الفريقين الاثنين، وان شاء الله اللي يلعب احسن هو اللي يتوج. كل الشكر لنجم الكره التونسيه طبعا كابتن خالد بدره.
على مشاركتك معنا في السادسة، ونتمنى الحقيقة نشوف لقاء قوي صحيح في الدور الـ 32، لكنه الحقيقة المدرسة الكرة، مدرسة الكرة المصرية والتونسية دايما عودونا الحقيقة على مستوى كرة على أعلى مستوى لما بنتكلم على المواجهات الأفريقية. طيب بمناسبة مداخلة كابتن خالد بدرة، كابتن حشيش أنا عارف إنه ناس كتير يمكن ما تابعتش، تعال نشوف ونوري اللي ما شافش مواجهة الاتحاد المنستيري مع الجيش الرواندي في مباراة العودة في الدور 32 واللي تأهل منها الاتحاد المنستيري لمواجهة النادي الأهلي. نشوف مع بعض الأهداف. طبعا احنا يعني كان الاتحاد بيخوض المواجهة دي وهو خسران خارج أرضه في ملعب الجيش الرواندي بنتيجة 1-0، وكان محتاج يفوز بأكثر من هدف عشان يضمن التأهل، وقد كانت وقدر يكسب بنتيجة 3-0. نشوف الأهداف مع حضراتكم مع كابتن حشيش ونرجع نتكلم على المواجهة. احنا طبعا احنا معظم تدريباتنا في فترة صباحية، بس انا عندي معلومات تانية قول لي يا كابتن حشيش. يعني انا عارف ان الملعب ده فيه اضواء واضواء كويسه، بس هم كانوا لسه بيفكروا يلعبوا الظهر مع النادي الاهلي ولا يلعبوا بالليل، ولا يلعبوا بالليل. فهم استغلوا حته برضو الاهلي، لو تفتكر برضو بعض الدول الافريقيه كانت دايما بتعاند وتلعب الاهلي على دايما على في التوقيت ده، يعني عشان بنتدرب لهم صبح وليل بقى، بس كده يعني فهم مش عارفين ان احنا عاملين حسابنا يعني جاهزين صبح وليل. طيب نرجع ل لمارسيل كولر مره ثانيه، وكنا بنتكلم على المطلوب منه او المطلوب تحقيقه من وجهه نظره هو في بدايه مشواره من خلال الثلاث مباريات الوديه. يعني هو بالتاكيد حاطط مجموعه من الاهداف قبل ما نروح طبعا لاول ظهور رسمي او اول مواجهه رسميه في دوري الابطال. فالنهارده اعتقد انه الفوز العريض الى حد كبير جدا مرضي بالنسبه له، مرضي للاعبين، دفعه معنويه طبعا بالذات للناس اللي بتشارك لاول مره طبعا. لكن اجمالا فتره الاعداد بيبقى ايه المستهدف منها كابتن حشيش؟ اولا المستهدف منها هو الوصول باللياقه البدنيه او بالاحمال لدرجه كبيره تقدر تخلي اللعيبه قادره على اداء 90 دقيقه بشكل كويس. طبعا المستوى الفني في البدايه مهما اتدربت صبح وبعد الظهر ومهما لعبت مباريات فالمستوى الفني بيجي بالمباريات الرسميه. تمام. يعني بعد يمكن اكتر مثلا من 4-5 مباريات تقدر تحكم بقى على المستوى الفني في الملعب، المستوى الفني بتاع اللعيبه بصمه كولر وبصمه كولر اللي هو يعني اكيد في طريقه معينه وتحركات معينه وحاجات معينه بيديها للعيبه، فمش هتقدر من اول مباراه ان اول مباراه بالذات رسميه تقدر ان برضو مهما كان الرسمي غير الودي. واحنا ظروفنا ان احنا هنبدا الرسمي في افريقيا. تمام. ومع فرقه برضو زي ما بقول لك يعني ماتش تقيل مش مغموره، فرقه لا صحيح ملهاش يعني باع في البطولات الافريقيه بس جايه من دوري كبير. ابو السيزون اللي فات ارقامها مع كبار كبيره جدا في تونس، كبيره جدا، ان هم فريق مش سهله ومعاها مدرب برضو كويس، فهم مهتمين وعايزين يبتدوا يعملوا حاجه من اول طبعا دور، يهمهم طبعا ان هم ما يطلعوش من اول دور. ففي صعوبات هتقابل طبعا النادي الاهلي. في المقابل بقى احنا عايزين نقول للجمهور ما ينفعش من اول مباراه للنادي الاهلي يبقى في اداء وفي مكسب كذا وفي ارقام وفي حاجات من دي، احنا عايزين نبتدي مع الراجل واحده واحده، نبتدي بس يعني هو اكيد هيفكر في المباراه الاولانيه، اول مباراه له مع النادي الاهلي وبره ارضه كده، ان هي تبقى بنتيجه طبعا كويسه ومرضيه بحيث ان يجي المباراه الثانيه ان شاء الله يعبر الدور ده ويقدر من خلال المباريات المتعاقبه دي ان يحط ايده على اهم العناصر او العناصر اللي هتحقق له الفكر اللي هو عايزه. واعتقد ان الراجل ده مش هيغلط غلطات الناس السابقه ان هو يعتمد على 14-15 واحد ويحصل زي ما حصل قبل كده. اعتقد ده هو يعني ده ياخدنا للكلام على سكواد الاهلي ونتكلم كمان على الانتقالات من وجهه نظرك، بس هتسمح لنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا النهارده كابتن محمد حشيش. يمكن اكتر حاجه يعني طبعا خلينا نبقى متفقين انه احنا محتاجين او مستنيين ومتشوقين نشوف الاهلي بشكله الجديد تحت قياده مارسيل كولر، لكن بيتهيألي كمان جزء كبير ان لم يكن الاغلبيه يعني من جمهورنا دي محتاجه تشوف صفقات الاهلي في الملعب، محتاجه تتفرج على برونو سافيو، ومحتاجه تشوف رهانها على شادي حسين وهو رهان كبير، ومحتاج تشوف موهبه زي مصطفى ميسي ممكن يكونوا اضافه ازاي لسكواد النادي الاهلي في الموسم الجديد. رايك في الصفقات، توقيت الدفع بيها، توظيفها والمراكز؟ احنا بنتكلم على فرقه فيها حاجات كتير قوي جديده. تمام. وفيها كولكشن بقاله فتره ما ما ما
ما انسجمش مع بعضه، صح ولا طبعًا ايه؟ طبعا. ومع جهاز فني جاي ليه فكر جديد، ان اللعيبه لسه بتتعرف عليه، هو لسه بيتعرف على اللعيبه، حته الانسجام دي برضو ممكن تبقى شويه محتاجه وقت. هي طبعا مهمه صعبه بالنسبه للمدرب، لان زي احنا كنا يمكن بنتكلم في الفصل لعيبه كتير، ووصلنا الحمد لله ان احنا دلوقتي يعني كل مركز فيه اثنين وثلاثه مظبوط على مستوى كبير، عديناهم مع بعض. يعني زي ما انت عديت يا احمد فرقتين وثلاثه في النادي الاهلي، ودي حاجه كويسه. فازاي ان انت تختار من الكم الكبير؟ هو الحاجه اللي هتنفع كولر في الحته دي بالتحديد ان هو ما كانش مع الناس من السنه اللي فاتت، وكان في ناس بتلعب معينه، وهيجي السنه دي بقى يغير والصفقات الجديده. تمام. هو قدامه انا اعتقد اللعيبه سواسيه، سواء الصغيرين، سواء اللي كانوا بيلعبوا، سواء التدعيمات الجديده، كلهم بالنسبه له سواسيه. اللي هيفصل في الموضوع هو مدى يعني مستوى اللعيب بقى دلوقتي، واندماجه مع الفرقه، واقتناع الراجل نفسه بيه. يعني ما هو عنده مثلا مدير فني جديد، يعني انتوا لما كنتوا في الفرقه ويجي مثلا تتغير الاداره الفنيه، يمشي مدير فني حافظ اللعيبه وعارف صم ده ايه اللي ليه وايه اللي عليه، وده يعرف يوظفه فين ما يوظفوش. تمام. فين، ويجي مدير فني من بره جديد، بالذات لو اجنبي مش تمام. مصري، مصري ممكن هيبقى برده شايف وعارف. ايوه. لكن لو جه مدير فني جديد، ياخد وقت قد ايه عشان يمسك تفاصيل الفرقه، عشان يعرف حشيش كويس في ايه واشتغل معاه على ايه؟ ممكن ساعات بتحصل، يعني مثلا كيروش لما جه لقيناه موظف لعيبه في غير مكان. صحيح. كان بيعك، صحيح، حاجات ما تحصلش. بس حاجات ثانيه يعني موسيماني مثلا لما وظف اكرم في حته الباك اليمين، اكرم بقى نمره واحد. صحيح. فبتبقى كلها وجهات نظر المدير الفني، ياخد وقت قد ايه عشان يعرف امكانيات القماشه اللي موجوده تحت. لا هو عايز طبعا وقت، يعني لازم يلعب كم من الماتشات، لان برده زي ما بقول لك التقسيمات ما بتديش للراجل اللي هو عايزه، لان اللعيب في التقسيمه ما عليهوش ضغط عصبي، ما فيش جمهور، ما فيش ناس بتتفرج عليه في الشاشات، الكلام ده كله ما فيش، يعني مش هيتحاسب على الاخطاء قوي. انما الماتشات قصه تانية، وخصوصا الماتشات الرسميه، وحكم موجود وحاجه رسمي، والخطا الباصه بيتحاسب عليها، والضغط العصبي. وطبعا زي ما احنا بنقول تيشيرت النادي الاهلي ده طبعا يعني حاجه كبيره جدا. انا شايف ان الميزه في الفتره بتاعت كولر دي ان الناس جايه من يعني خساره الدوري، فمش جايه من انتصارات بقى وكل واحد مريح، لا كل واحد في اللعيبه اعتقد الفتره دي لا يراجع حساباته، عايز يراجع حساباته تاني، وشاف كمان من خلال اداره النادي الاهلي ان مفيش كبير وصغير، الكويس هيقعد واللي مش كويس هيطلع اعاره او هيمشي. فهيبتدي كل واحد لا يفكر، يبتدي يحس، ودي اللي كنا مفتقدينها السنه اللي فاتت شويه، ان اللعيبه كانت بتنزل الملعب ما بتتمسكش بالفرصه. كنت احس ان في بعض اللعيبه بدون ذكر اسماء اخذت فرصه واثنين وثلاثه، وتحس انها مش برضو ما يعني لا ده انت بتلعب في النادي الاهلي، انت مش محتاج تاخد ثلاث اربع فرص، ده هي فرصه واحده. في ظل اللعيبه الكتيره دي، وفي ظل اللعيبه اللي في كل مركز ثلاثه واربعه، لا ده انت هي فرصه. فاعتقد ان كل اللعيبه عامله حساباتها، بتتمرن كويس قوي من خلال التدريب، شايفين ان في جديه كبيره وتركيز، كل واحد ازاي هيحط نفسه في وسط ال11 الاساسيين او على الدكه، وخصوصا مع مدرب جديد. الاجانب ما بياخدوش اصل انا كنت بلعب. يعني هحكي لك كده حاجه صغيره بالنسبه لمدرب مصري، مش هقول اسمه، جانا في النادي الاهلي مره، وجي برضو يعني ليه ما تقولش اسمه كابتن حشيش؟ هقول لك بعد ما اقول لك الواقع. طيب. يعني أوكي. وطلع حظنا ان هو يعني صحيح مصري ومتابع اللعيبه وكل حاجه، بس ما كانش ماسك الفرقه. فكنا جايين فتره اعداد في الاردن، وكان في ثلاث ماتشات وديه، فاجتمع بينا في البدايه قبل ما نسافر على طول، يا جماعه انا لسه جاي، وصح انا عارفكم كلكم، بس ما اعرفش مين اللي كان مفنش الدوري السنه اللي فاتت، ولسه انا ما اخترتش، فانا هلعب باللي فنشه السنه اللي فاتت. اوكي. ده فكر. واخد بالك؟ ما اعتقدش الاجانب فيهم الفكر ده. تمام. واعتقدش يعني دي في حد ذاتها فرصه للعيبه. طبعا فرصه كبيره للعيبه، يعني مش هيقول بقى لا خلاص والناس وبتاع وعلى بال ما احط رجلي بقى لازم يعني انت فاهم ازاي؟ يعني احنا النهارده بنتكلم على 30 فرصه متساوية، ملهاش علاقة انت عملت ايه السيزون اللي فات، ملهاش علاقة انت امكانياتك ايه، انت ممكن تلاقي ازاي مثلا تقنع الراجل انه
انا موجود في ال 11 في الملعب فرصة. فممكن تلاقي قوي مع بدايه اول ماتش انك الناس تحس ان التشكيل بتاع النادي الاهلي ده كله متغير. يعني انت فاهم ازاي؟ ده سيناريو وارد، ده سيناريو وارد، وممكن يكون برضه هو عنده فكره هيوظف ناس في حتت تانية ما شفناهاش فيها. هو مشكلته الحقيقيه، يعني انا بشوف التحدي الحقيقي او الصداع الحقيقي في راس كولر النهارده، انه اول ظهور رسمي ليه في تونس بره ملعبه في دوري ابطال، في اهم بطوله الجمهور مستنيها السنه دي. ده انا عايز اقول لك حاجه، يعني هو لو بيفكر يلعب بطريقه معينه واخد بالك ازاي، اكيد الفكر هيختلف، لان الماتش ده له معطيات تانية. ده في افريقيا وبره. وزي ما قلنا اول ماتش رسمي في الموسم، واول ماتش رسمي في الموسم، اول نظره بالنسبه للناس والنظره الاولى زي ما بقوله بطبقه يعني. وفي نفس الوقت انت بتلعب في دور رايح جاي، مش مثلا دوري مجموعات او حاجه زي كده. مظبوط. فكل دي لها حسابات عنده، غير بطوله مثلا الدوري اللي هيبتدي ياخدها في اول الاسبوع الاولاني من الشهر الجاي. انت فاهم ازاي؟ يعني لها حسابات كتيره عنده. صفقات جديده برضو، في لعيبه، في مدربين برضو خلي بالك بتبقى حاسه انها لازم الاعب الصفقات اللي النادي شاريها، وانا جايب صفقات ودافع فيها كذا كذا عشان ما تلعبش. تتوقع ان يبقى في رهان على صفقه الاهلي في طلعه المشوار كده على طول، ولا يبقى في خوف عليهم؟ يعني مع الراجل ده وبالظروف اللي احنا قلناها، لا ممكن تتفاجئ ان، او مش تتفاجئ، ممكن هو بالنسبه له طبيعي قوي ان الناس جديده تلعب من الاول. واخد بالك ازاي؟ عشان كده الثلاث ماتشات اللي جايه دي، الماتشات اللي قدام تلعب منهم ماتش النهارده، هيبقى عليهم عامل كبير، لان برضو الوقت بالنسبه له ضيق. انت بتلعب النهارده وهتلعب اسوان وهتلعب الجيش. وبعدين ثلاث فرق، فرقه ممتاز به، وفرقه لسه وافد من الممتاز به، وفرقه لها باع وواصله للمربع الذهبي طلع الجيش. تدريج كده. ودي حاجه الحقيقه كويسه يعني. ودي تديني اريحيه ان الراجل برضو هياخد يعني الى حد ما، لان برضو خلي بالك احمد، المدربين الكبار اللي عندهم سي في كبير زي الراجل ده وعندهم خبرات، برضو ما هو مش زي مدرب لسه مبتدئ، لسه عايز يشوف اللعيبه فترات كبيره طبعًا لسه عشان طبعًا يحكم طبعًا. لا عنده خبره. ده احنا اللي مش مدربين بنحكم على اللعيب من اول مره، فهو ما بالك بقى معاه التدريب الصباحي والتدريب بعد الظهر والماتشات دي، لازم هياخد فكره كامله كويسه عنه. واعتقد ان الاجانب عندهم من الجراه ان هو بيعمل اللي في دماغه، بغض النظر بقى اللعيب ده لسه جديد في الاهلي، لا نستنى شويه، ده كان اساسي، ده كان احتياطي. لما بلجا عموما يعني لفكره اي نادي مش بس الاهلي او حتى المنتخب، لما بلجا لفكره المدير الفني الاجنبي، ده معناه ان انا بدور على حاجه ما لقيتهاش هنا، مش موجوده هنا. صح؟ اكيد. وانا بشوف انه لو بصينا على مشوار الاهلي مع المدير الفني الاجانب، في مديرين فنيين كتير ما كانوش معروفين، ملهاش علاقه بالسي في وملهاش علاقه بمشواره اللي قبل ما يجي مصر. طبعًا. في مديرين فنيين جم عملوا بصمه وعملوا نقله، إيه؟ مش للاهلي، للكوره، لطريقه الكوره في مصر. طبعًا. ومشي وراهم بعد كده مديرين فنيين كتير، وفي مديرين فنيين جم ممكن بقى في الوقت ده يبقوا سيفيهات محترمه جدا وما كانش فيه بصمه. واحنا والنادي الاهلي جرب بالظبط كده بعض الناس. اللي مستنيه انت يعني، لو احنا قلنا انه مارسيل كولر عنده من الامكانيات انه يعمل النقله للنادي الاهلي، ايه النقله اللي انت مستنيها كمتابع او بعد اللي شفناه السنه اللي فاتت؟ اولا يعني هل البطولات لوحدها بالنسبه للكابتن حشيش يبقى كافيه قوي في اول سنه ما نحاسبوش على حاجه تانية؟ لا. ولا هل تطوير مستوى الاداء بتاع اللاعبين، ولا هل شكل الكوره والاداء بتاع النادي الاهلي كفريق؟ يعني ايه اللي مطلوب من المطلوب ان انا كولر؟ اشوف فريق النادي الاهلي زي ما تعودنا عليه انه فريق تقيل. انما انا وانا جاي مستني الماتش بتاع النادي الاهلي الساعه 9 مثلا بالليل، قاعد وعايز اتفرج على فرقه تقيله لها شخصيه النادي الاهلي، لها اداء حلو ممتع. الأهم حاجة بالنسبة لنا من المدرب إن هو يرفع من كفاءة وقدرات اللعيب. يعني أنا أشوف مثلا محمد شريف في ثوب جديد، في شكل جديد، أطلع كل إمكانياته اللي هي مش موجودة، أقول يا نهار أبيض ده مثلا محمد شريف، ده حمدي فتحي اللي كان مدافع وبيوصل نص الملعب ويعني فين وفين عشان يشوط، لا بيبقى بوصل إن هو يبقى هداف. بشوف الديفندرات بتاعتي مش ديفندرات زي زمان واقفه لغايه نص الملعب بتغطي بس على الديفنس بتاعها وعلى نص الملعب، لا بشوف ديفندرات، واحد بيتقدم وواحد بيستنى، والتاني بيتقدم وواحد بيستنى، الاثنين هدافين، مدافعين هدافين. بشوف زي زمان فترات النادي الاهلي الكبيره، اطراف النادي الاهلي اللي كانت
اقوى حاجه بالنسبه للنادي الاهلي اللي بيتمتع بيها وتميز بيها هو الاطراف النادي الاهلي، اشوفها، اشوف الهدافين بتوع النادي الاهلي راسات الحربه، اشوف طرق لعب مختلفه النادي الاهلي، اشوف مفيش طريقه واحده، مفيش بهاجم من الجناب بس. أيوة. ومن النص لا لا، ده انا بشوف حاجات كثيره، بشوف استغلال كامل، وبشوف اكتر حاجه تبين لك المدرب كمان او المدير الفني في حاجات معينه كده، مثلا زي الكور الثابته سواء اللي بالكورنر او الفاولات من بره، اشوف حاجات بتتعمل، اشوف بصمه وشخصيه الراجل على لعيبه النادي الاهلي وارتفاع قدرات او مستويات لعيبه النادي الاهلي. اسالك السؤال بقى اللي ليه علاقه بالكلام اللي انت قلته. تمام. معظم يعني احنا، انا لما جيت امبارح في بدايه الحلقه اتكلمت على انه الاهلي عنده ثلاث فرق، والثلاث فرق تقدر تقول انه ممكن ينافسوا على اي بطوله بنلعبها. تمام. ده زي ما هو حاجه ايجابيه للجهاز الفني او للمدير الفني، فكره اريحيه الاختيار، فكره انه الفريق اللي بينافس طول الوقت عنده مطبات هيقابلها، لعيبه هتقع، لعيبه هتقع، عندها ايقاف لا قدر، يعني الظروف هيلاقي بديل على نفس المستوى. تمام. السؤال هنا، ما في مدير فني تاني، عشان احنا في وقت من الاوقات بنقول بنلوم التوجه ده، لما بيلاقي عنده سكواد فيه 15 16 لعيب بيقدموا اللي انت بتقول عليه ده كابتن حشيش، بيحتفظ بيهم، يقول لك طب ما انا احتفظ بيهم، اخد المغامره ليه؟ يعني انا، ما هو دول بيحققوا، بنكسب وبنوصل للاهداف اللي احنا عايزين نوصل لها، وده تمام جدا، انا ليه اخد الريسك او اخد المخاطره واغير في ده؟ هي دي غلطه موسيماني، انه ابتدى بمجموعه من اللعيبه فضل ماسك فيهم، عشان كده اللعيبه اللي قاعده بره، اللي بعد قوي واللي نفسيته ضاعت واللي فقد الثقه، وشفنا امثله كتيره. ولما اتصاب بعض اللعيبه الاساسيه او اجهد من خلال ضغط المباريات، ما لقاش حد يسعفه. واخد بالك ازاي؟ لدرجه ان احنا جينا في الاخر خدنا قرار نلعب بالاشبال وبالناشئين. فتفوق المدرب او تميزه انه لازم اقدر انا الاعب، يعني اكبر الدايره شويه. تمام. بدل ما هم 14 لا 18 و20 و22 و25 لعيب، بس اللي هيساعده على كده ايه؟ ما هو لازم انا ابقى بقدم كره كويسه وبمكسب، عشان اقدر كمان ادفع بالناس اللي ما بتلعبش وادي فرص. ما هو انا لو كسبان ومرتاح وماشي اول وماشي كويس، ده بيساعد المدرب ان هو يقدر يغير في التشكيل. ما اقدرش ان انا اغير في التشكيل نتيجه الاصابه او نتيجه لان مثلا خسرت ماتش، فان انا خايف. انت فاهم ازاي؟ لازم ادي فرص بس وانا بلعب كره كويسه وكل اللعيبه موجوده في الملعب. الاهلي مليان نجوم كتير، كل سكواد الاهلي الحقيقه نجوم على اعلى مستوى، لكن كابتن حشيش يراهن على مين او شايف مين ممكن يكون مفاجاه الموسم اللي جاي؟ طبعا الراجل البرازيلي ده انا يعني لسه ما شفناهوش. وانا لسه كنت بقول لك في الفاصل ان اهم حاجه الكيمياء. لان في لعيبه كويسه قوي بتيجي بس الكيمياء مش جايه مع الفريق والشكل والوضع وكده. اتمنى الكيمياء تمشي معاه، ممكن يبقى مفاجاه ويمكن يعمل الفارق. واحنا كنا محتاجين خلال الحقيقه يعني الفتره اللي فاتت ان يكون في لعيبه اصحاب مهارات واصحاب قدرات انها تعمل الفارق مع النادي الاهلي، وخصوصا هنقول الكلام اللي هو بنقوله قبل كده احمد، النادي الاهلي دايما بيلعب مع فرق ايا كان الفريق اللي قدامه، فرق دفاعيه بتلعب بطرق دفاعيه، فالطرق الدفاعيه والخطوط القريبه من بعضها دي بتحتاج ناس عندها حلول وقادره انها تعمل فرق. 30 ثانيه يا كابتن حشيش، وقتنا خلص. لو الاهلي محتاج صفقه ثانيه تجيبها في انهي مركز، وتعملها دلوقتي ولا تستنى الميركاتو الشتوي انتقالات يناير؟ اجيب الاجنبي الاخير على مستوى عالي جدا، سوبر راس حربه. راس حربه. وتعملها دلوقتي ولا تستنى؟ اعملها دلوقتي. تعملها دلوقتي. نورت الدنيا كابتن حشيش. شكرا. كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله، واحنا نبتدي موسم واكيد هنتقابل كتير ان شاء الله، تبقى مناسبات سعيده وساره زي ما الاهلي عودنا دايما ان شاء الله. باذن الله. وكل التوفيق طبعا على مدار الايام الجايه، هنفرد مساحه اكبر للاتحاد المنستيري، هقربه منكم سنه بسنه، ونتعرف على الفريق عشان يكون عندنا فكره بشكل كامل قبل مواجهه يوم 8 اكتوبر ان شاء الله. بشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير، دايما نتقابل في السادسه دايما برضو على شاشه الاهلي.